مصر حققت طفرة حقيقية قفزة بكل المقاييس فيما يتعلق بمحطات الكهرباء اللي احنا عملناها خلال السنين اللي فاتت. ولولا ده ومع زيادة سكانية ومع زيادة الضغط على طلب الطاقة تحديدا الكهرباء، ومع زيادة الطلب بالتأكيد على الطاقة علشان إدارة المصانع على سبيل المثال، لما كناش عملنا كل اللي فات ده كانت الحكاية هتبقى يعني شنيعة زي ما بيتقال. طيب تيجي هنا مصر تبدأ تشتغل أكتر على إيه؟ على خدمة الخدمة، يعني إذا كان الطاقة أو الكهرباء والطاقة المتجددة مرفق من مرافق الدولة، فإنه أنا عايز أخدمه أكتر بإنه مثلا الله عايزين عندي شكوى ما، طيب أنا عندي عطل ما إلى آخره، أعمل إيه؟ تبدأ الوزارة تطلق تطبيقات جديدة علشان الشكاوى وانقطاع التيار والأعطال وما إلى ذلك. طب إيه القصة دي وهنعمل إيه، وهل هذه التطبيقات أصبحت بالفعل شغالة نقدر ننزلها دلوقتي ونشتغل عليها؟ دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، تحيات لحضرتك وتحيات المتابعين الكرام، وكل سنة وحضرتك والجميع بخير. الله يخليك، الله يخليك يا دكتور. إيه حكاية إطلاق التطبيقات الجديدة اللي هتنزل على الهواتف المحمولة على الموبايلات، بحيث إنه منها نقدر نتقدم بشكوى عن انقطاع تيار، لا قدر الله عطل، لا قدر الله إلى آخره؟ هو طبعا في نوعين من التطبيقات، تطبيقات لعموم المشتركين، جمهور المشتركين، وتطبيقات متصلة بمتحدي الإعاقة سواء السمعية أو البصرية، واخد بالك؟ عظيم. الجزء الخاص بالتطبيقات المتصلة بعموم الجمهور هو تطبيق اسمه طوارئ الكهرباء. ده متصل بالإبلاغ عن قطاعات الكهرباء وأي شكاوى فنية، ده مختص بالشكاوى الفنية في أي وقت طبعا، وهو على طول متصل بالخط الساخن 121، يعني مفيش داعي بقى إن المواطن حتى يتصل ب 121، يعني 121 ده موجود، ولكن ده تطبيق إضافي بحيث إن هو يبقى سهل عن طريق التطبيقات ديت، يبعت على طول الشكوى وبيتم المتابعة معاه وبياخد رقم الشكوى. في التطبيقات، وطبعا في تطبيق بقى خاص بما يسمى المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية، تطبيق اسمه خدمات الكهرباء الذكية. دوت بيتعامل او بي يعني بيوضح للمشترك تقريبا 25 خدمة متصلة او بتهمه، بداية من تقديم لطلب تيار كهربي وتغيير ملكية عداد، فحص عداد، لغاية الاستعلام عن الفاتورة ودفع الفاتورة، وايضا لو في شكاوى فنية او تجارية. الخاص بالتطبيقات بقى اللي هي المختصة بمتحدي الإعاقة، في تطبيق اسمه أو خاص بالمكفوفين، ده بيتيح التطبيق للتعريف بخدمات الكهرباء والمستندات المطلوبة لها لكل خدمة والإجراءات المطلوبة عن طريق الصوت ليهم للمكفوفين وضعاف البصر. وفي تطبيق خاص بالصم، بحيث ان هو برضو عن طريق لغه الاشاره بيوضح الخدمات برضو ايضا والمستندات المطلوبه لكل خدمه ايه. وكمان في نفس الوقت ده التطبيقات اللي بتيجي على التلفونات المحموله. ايضا على في او في مراكز خدمه العملاء طبعا احنا بنطورها، اضفنا بخلاف طبعا الشباك الواحد والخدمات اللي هي المطوره اللي قطعنا فيها شروط كبير الحمد لله، في تطبيقات خاصه بموظفي خدمه مركز الخدمه، بمعنى لو الموظف اللي موجود على الشباك يعني احد اخواننا او اخواتنا اللي هم بيبقوا محتاجين لغه الاشاره، فهو بيكتب يعني بيحصل بيفهم منه ايه الموضوع وهو بيتخاطب معاه، وبيحصل التطبيق دوت على طول بلوحه دوت بتوضح له كل الكلام دوت بلغه الاشاره، وبالتالي بيبقى يفهم او بتوصل له المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. طبعا ده بخلاف بقى التطبيقات اللي هي موجوده قبل كده بقى، يعني بالنسبه لدفع الفواتير وشحن الكروت و
التقديم للخدمات بصفة عامة. أيوة شحن الكروت دي مهمة مهمة جدا على الأقل بالنسبة لي، لأن أنا أصل أنا هركب لا ده أنا لسه هركب العداد الجديد بقى، فأنا أول حاجة جت في مخي هو أنا هشحن الكارت إزاي؟ ما أنا من بتاع قديمه يعني، أنا من بتاع أخونا المحصل بيجي بديله الفاتورة و100 فولور بديله الحساب بتاع وصل الكهرباء وآخد الوصل بتاعي، لكن هشحن الكارت. أنا عايز أقول لحضرتك إن شاء الله لما حد جربه يعني هتلاقي فرق كبير جدا، يعني فرق إيجابي، لان هو بيساعد المستخدمه او مستخدم العداد دوت اللي هو اللي بالكارت ان هو يبقى عارف بالظبط يتحكم في الاستهلاك بتاعه، عارف سحب قد ايه، استهلك قد ايه من الكهرباء. طب وانا ينفع اشحن وانا في بيتنا عن طريق التليفون، او اشحن وانا في مكتبي، اشحن وانا في اي حته؟ بالتاكيد دلوقتي الحمد لله هو ضطع الشحن الكارت بتاع اللي هو مسك الدفع ده، الوسائل بتاعته اول حاجه طبعا هو الطريقه التقليديه ان هو يروح للفرع الكهرباء. الطريقه الثانيه ان هو من محافظ المنافس الدفع الالكتروني اللي منتشره عند سوبر ماركت والحاجات دي كلها. أيوة. ممكن برضه ان هو يشحن بيها، وايضا عن طريق تطبيقات متصله بخاصيه في التليفون اسمها NFC. التطبيق دوت بينزل، تطبيق اسمه خالص، التطبيق دوت بطريقه مبسطه خالص بينزل على التليفون المحمول، تقدر بقى تشحن بيه الكارت، تقدر تعرف كيف متواصل الاستهلاك بتاعك، تقدر عن طريق المحافظ اللي هي الاي تي ام او الحاجات اللي هي المحافظ البنكيه بصفه عامه، وده بيبقى سهل جدا جدا وانت قاعد في البيت، فالموضوع بيبقى بسيط. وعايز اقول لحضرتك برضو يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني يمكن احنا اضفنا برضو للناس اللي هي كانت متخوفه ان طب افرض الشحن خلص فجاه، طب وانا هدور على الشحن منين؟ طب الكلام ده كله طبعا يمكن يتسهل دلوقتي ان هو يقدر يشحن عن طريق التليفون المحمول. وايضا اضفنا جزئيه او خدمه ان ممكن لو خلص الشحن وما خدتش بالك انشغلت، ممكن يديك 48 ساعه لغايه لما تشحن. طب ده لطيف جدا، بس حكايه التليفون المحمول دي برضو الطف بصراحه، يعني بنزل حاجه اسمها NFC ولا بنزل NFC؟ لا هي خاصيه موجوده في التليفون NFC اللي هي للتواصل للاجهزه الالكترونيه ما بينهم وبين بعضها، بس لازم تكون يعني بيحصل ايه الشحن العادي اللي هو التقليدي للكارت، اللي بيحط الكارت في العداد قبل ما بيشحن، وبعدين بيطلع الكارت وبعدين بيشحن بقى كويس. أيوه. باي طريقه زي ما احنا قلنا، لان لو في تطبيق بقى بياخد الكارت ده بيحطه في ظهر التليفون. التطبيق عن طريق خاصيه جوه التليفون اللي هي بتسمح له بالتواصل مع الكارت على طول. ودي موجوده، يعني هي دي موجوده يعني للتواصل ما بين اي تليفونين مثلا ولا حاجه او طرق او اجهزه الكترونيه، بس تكون لازم تكون قريبه جدا لبعض او لازقين مع بعض يعني. فحط الكارت ورا في خلفيه العداء الكارت التليفون المحمول، والتطبيق بقى بيقرا بقى الكارت، عايز تعرف متوسط الاستهلاك بتاعك عامل ازاي، عايز تشحن الكارت، كل الحاجات دي كلها تبقى متاحه قدامك على الكارت. تشحن الكارت، تاخد الكارت تحطه تاني في العداد، تفرغ الشحنه في العداد خلاص. لا ده انا كده فرحان فرحه الاطفال بصراحه، ده بالنسبه لي حدث حدث. اشكرك جدا يا دكتور والله. ربنا يخليك. كل الشكر للدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء. ما هو يعني حطوا نفسكم مكاني، بس مش حدش بقى قاعد يضحك عليا ولا يتريق. والله حطوا نفسكم مكاني، انا مش من الجيل ده خالص. يعني ايه طب العداد بيتشحن بالكارت، ان انا احط ماشي مفهومه، احط الكارت وبعدين اشيله وبعدين ابقى اشحن، يعني ماشي لحد كده انا بالنسبه لي عقلي يستوعب. لكن اجيب الكارت بتاع العداد واروح حاطه على ظهر التليفون فلاقيه بيطلع لي القراءه بتاعه العداد، وان انا عندي مثلا رصيد بقد كده، او ان انا هخلص الشحن بتاعي بعد قد كده، او لو انا عاوز اشحن هشحن ازاي، ده بالنسبه لي حدوته دي. طيب هروح لحدوته ثانيه من جامعه المنصوره، بس انا عايز الناس بتاعت شعبة القصابين أي الجزارين في لغتنا المصرية العظيمة. طيب